عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في الموسم السادس من جزيرة الكنز وفي حلقة جديدة. أنا في ساحة الكنز وهنا فين كيبدأ وكيسالي كل شيء. المشاركين كيقطعوا مسار كامل باش يقلبوا على هادو هما المهمين وهما اللي غيهديوهم الجمعية اللي لاعبين من أجلها. وعمرني ما قلتها وغادي نطلب من فيليندرا باش تطلق النمورة ونبداو المغامرة ديالنا. فيليندرا طلقي النمورة. لا بين لي الحلقه اليوم غتكون متميزه. يلا ومعنا فريق متميز حلقه اليوم من جزيره الكنز. الممثله جميله الهوني، المغني محمد عدلي، الكوميدي سويلح، زينب ويوسف، خمسه ديال الابطال جمعهم هدف واحد، يوصلوا للكنز ويجمعوا اكبر مبلغ مالي ممكن، المبلغ اللي غتستافد منه جمعيه كير ماروك، الجمعية اللي كتهدف لمحاربة الفقر من خلال دعم الأفراد والعائلات من وسط فقير خاصة النساء للمساهمة في تكافؤ الفرص. بكم جميلة سويلح زينب يوسف ومحمد عدلي، مرحبا بكم. انتم هو الفريق اللي غيواجه تحديات الجزيرة كاملين هذا النهار هذا. مرحبا بكم في الموسم السادس ومرحبا في جزيرة الكنز. صافا كلشي بخير؟ كلشي الحمد لله. مرتاحين؟ الحمد لله. ولكن كيفاش حاسين براسكم؟ مسخسخين يا رب. سويلح باقي يلا بديتي. هذه البداية وراها هي اللي صعيبة. ياك تبارك الله. عرقوا شوية. صراحة تحمسين. ياك جميلة؟ ياك جميلة. أول مرة في جزيرة الكنز؟ أول مرة. شنو إحساسك؟ كيفاش؟ هاد البناية أصلاً فيها كتعطيك واحد النوع ديال الرهبة وتتقول أو كيفاش بناو هاد الشيء فهمتي؟ واش كيف كتشوف في التلفازة ولا مبدلة شي حاجة؟ لا هي في التلفازة صراحة كتبان داك الشيء كبير ياك أولا لا؟ ولكن هو كبير إنورم ولكن ميستيريو زعما بصح زوين. محمد عدلي ديكلاريتي قبل ما تجي؟ اليوم انت مرة غديكلاريو. لا يلا عطيني واحد المرة كيبان لي من دابا كيضحك. ديكلاري ليا ديكلاري ليا دابا. ونديكلاري ونقول لك نبغيك شراسة وماري فيا وفيك تمنيت قلبي يكون بين يديك. يا سلام يا سلام برافو عليك تبارك الله عليك. يوسف وزينب مرحبا بكم. شكرا. واكيد المهمات اليوم ما غاديش يكونوا سهلين، بغيت نقولها لكم دابا باش تكونوا مستعدين. انتوما ما جيتوش غير هكاك، جيتوا على قبل جمعيه من الجمعيات جميله كير. كير هذه الجمعيه سميتها كير، كتعاون كاع العائلات اللي في يعني في المجالات القرويه، كتعطيهم قروض صغرى باش يبنيو حياتهم باش يتعاونوا على زمان، وحنا هنايا ان شاء الله باش نديروا الماكس زعما الافور نتعاونوهم ونتمنوا زعما نخدموا مزيان باش نربحوا قدر كافي زعما كبير شي شويه من المال باش نعاونوا هاد الناس ان شاء الله. خصكم غادي نعاونوهم غادي اكيد خصكم تجمعوا اكبر قدر مالي. الجمعيه تعرفنا عليها، نبغي نتعرف على الشعار ديالكم. وحنا عاد من جايين جزيره الكنز جايين. وحنا عاد من جايين يا سلام. موسم سادس وتحديات جداد في هذه الحلقه غادي نتعرفوا عليهم، واكيد غادي نتعرفوا عليكم بالواحد بالواحد خلال هذه المغامره. ما غاديش نطولوا وغادي نبداو لانه تابعينا بزاف ديال التحديات. غادي نطلب من الفيليندغا باش تعطينا التوب كرونو. مجرد ما تعطينا التوب كرونو غنمشيو لاول تحدي. واجدين؟ واجدين. فيليندغا توب كرونو غادي نسمعوا تيتسميت. يلا معنا. ابتداء من الآن المشاركين عندهم 40 دقيقة لرفع التحديات وجمع المفاتيح للوصول لقاعة الكنز والحصول على المبلغ المخصص للجمعية. لازم عليهم يجمعوا 5 المفاتيح على الأقل لفتح الباب ديال الكنز. حاجة نبدأ بها هو التحدي هذا، لأنه تحدي فيه ريحة ثقافة، تحدي فيه ريحة العلم، فيه ريحة المعرفة. حنا قدام المكتبة ديال جزيرة الكنز. كتقراو شوية؟ شوية سويلح؟ كان ثقيل شوية. جميلة اللي غتقرا إيه ياك؟
غنبداو بك في التحدي هذا. غادي يكون مطلوب منك باش تريكوبيري واحد الكتاب لداخل فيه الساروت لداخل. المهم خصك تمشي تجيبي داك الكتاب تخرجيه وتاخدي منه الساروت. صافي متفقين؟ يلا تفضلي. جميلة الهوني في المكتبة 3-2-1 بعد الفاصل. رجعنا معكم مشاهدينا وحنا في أول تحدي لك أنتوا عاد التحقتوا بنا، مرحبا بكم. جميلة الهوني غتقوم به المكتبة ديال جزيرة الكنز. 3-2-1 طب خصها الوقت تما تما ما تشوفوش في الحناش ياك باش ما تخافوش. جميله واش ما خفتيش من الحناش نهائيا؟ صراحه في الاول تخلعت ولكن قلت غادي نساهم بحال ما كاينينش. فوالا داكشي اللي درت. وصدقات هاد القضيه. صدقات تبارك الله عليك. برافو عليك. برافو عليك. المجهود اللي درتي حصلتوا على الساروت الاول وهذه بدايه مزيانه. غادي نحافظوا على لا ميم انرجي واخا تي سويت لا سويت يلا الله على منظر الله بعدا غادي تمتعوا بالمنظر. يا سلام يا سلام. مرحبا بكم في التحدي الموالي. وكيف ما قلنا جميلة الهوني تمكنت انها تحصل على الساروت الاول ودابا فرصه واحده اخرى حنا امام التحدي هذا اللي غتقوم به زينب. زينب مرحبا بك. شكرا. شفت زعما ما فرحتيش ملي غتقومي بالتحدي؟ شفت الماء تخلعت شي. صافا زينب كلشي بخير. الوغ انت تبارك الله عليك كديري لا دونس. واش متبعه جزيرة الكنز كتفرجي فيها؟ معلوم كان عندي 8 سنين وانا تنتفرج فيها. ياك؟ الوغ غتكوني عرفتي هذا التحدي هذا. دونك غادي يكون مطلوب منك باش تطلعي تما وغادا تسلقي هذا القادوس كامل. كود كاين في الراس ديال تما. سهلة. ونرجع تنزلق. إلا قدرتي. يلا فازي زينب ميتو اون بلاص راه في توب ديبا. يلا 3-2-1 طب. Allez, Zineb, tu avances.
كاين زلق بزاف ولكن مزيان تبارك الله عليها. غدا مزيان تنظن غيكون عندنا رقم قياسي في هذه اللعبه هذه. السرعه كيفاش غدا كاع التشلال ديال مول الحكمه غادي يتساعد. برافو زينب. اللي بغيت نقول لكم هو انه صويلح دار اكثر ديال الوقت باش يحل اكثر من زينب فاش مشات جابت الكود. تبارك الله عليكم لحد الان عندكم زوج ديال السوارت. برافو عليكم زينب. غادي نخليك تمتعي بهذا المنظر وتنشفي وتلتحقي بينا في التحدي الموالي وانتم غنتبعوا تيتسويت. يلا علي كان ضروري ندوزو لهنا. برافو عليك ملي جبتينا لهنا. اذا كيف ما كتلاحظوا حنا في التحدي الموالي البنكة ديال جزيرة الكنز. وفاش كنقولوا البنكة كنقولوا فلوس الفلوس. ولكن حنا ما عندناش الغرض بالفلوس. خاصكم ساروت. لحد الان عندكم جوج ديال السوارت وفرصه اخرى باش تربحوا ساروت الثالث. المشارك اللي غادي يشارك هنا هو يوسف. صافا يوسف؟ صافا. كلشي بخير؟ بخير. دونك يوسف انت اللي غتقوم بالتحدي هذا. غادي يكون مطلوب منك باش تدخل على طريقه ديال الافلام الامريكيه. غتدخل وغادي دير كلشي باش توصل للساروت. غتجيبو وغتعاود تخرج من الطريق اللي جيتي منها. واجد ما قدرتش نحسن بهم دابا. ربحوا يلا يلا تفضلوا. غادي نعطيو التوب ديبار. ثلاثه جوج واحد توب. اوكي يوسف غادي يبدا. لا لا يوسف بالي شي بلاصه شي بلاصه. شوف حرك التصاور كامل قلب التصاور كامل. زربا يوسف زرب بالي بالي بالي. اخرى فوالا. المكتبه يحدك. المكتبه حدك. اقلب كل شيء اقلب كل شيء. حيد الكتوبه حيد الكتوبه حيد الكتوبه حيد الكتوبه. فوالا سير. احنا معولين عليك البنكة اليوم غتصفر. علق مزيان. ضمننا 100,000 بالي. ديال السوارت اللي عندكم انتم الان. فضل يوسف تبارك الله عليك. برافو عليك يوسف.
المهمة جاتني بالنسبة لك كانت سهلة شي شوية. شي شوية ولكن هذا داكشي ديال الكتوبة. أجي ياك ما مولف. ولكن جا داكشي هو هذاك حيت فيه شوية العقل فيه شوية خاصك ولكن غاسو كاميرا تا هما. تا هما ولاو. أي 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 أي. وليت جاو. شوف. صافي كلشي مشي بحال هكا. صافي يلا خويا يلا مشيو تحت ديال خويا. راك مخسر راك مخسر. أكلت حقه بزينب زينب اللي توفقات بتحتي ديالها تبارك الله عليك وحصلتوا من خلالها على السارو الثاني ويوسف كمل القضية وجاب لكم السارو الثالث لحد الآن راكم غادي مزيان ما زقلتوا حتى شي فرصة برافو عليكم تبارك الله عليكم دابا نزول الجميع ديال الفلوس تبقى لي سويلح وعدلي الصراحة انتم اللي مازال ما لعبتوش خليتكم مالك السي عدلي الاخر يا شكون اللي بغيتي يكون الاخر انت ولا سويلح واش غنقول لك سبق المغنيين سبق لا سبق الكوميديين شكون اللي سبق دابا عطيني واحد انا نشوف نمشي انا تمشي انت نحيد هذه الخلعه شوف انت راه عندك قضيه سهله غادي تمشي غتهضر مع مول الحكمه يعيط لك في التليفون غدوي معاه غتجاوبو غيعطيك السواليد ديالك بخير وعلى خير صافي بلاتي هو كيسوني التليفون بلاتي دخل 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 غير يسوني جاوب فوالا هاو سير علي دخل دخل سير الله الله فرنسا دخل التليفون دخل واش دخل من هنا السلام عليكم كتسمعني كنسمعك كنسمعك كيداير اسيدي بخير والله الا بخير قالوا لي عندك سويد زوين بغيت نسمع راني مضيوم طالع لي شي دم اخويا كي غندير غني وسط الدبان هذا لا لا يغني الدبان راه معايا ما غاديش يدخل غير قول وغادي تسهل معايا ياك غتسهل مع اخوك اللي غنيت ان شاء الله غير سير هاي هالو هالو مو هالو هالو مونسوس انت عمري وانت يا ما بالقوس في جنبي لقيتك مره ونص عشقك في قلبي جامي ينقص هرايا على بالي راكم غايرين على كاين شي غنى بالضحك اخويا اطلقني اطلقني قلبي على كاين شي غنى بالضحك واسمع مزيان سمع سمع اخويا اطلقني القضيه ودابا زرق الزيت اسمعني عاجيتك على جوج خواتات تكون غير تويميات اييه ما تفرقهم غير ولا وكاع الكلمات غير ايه ولا لا وكاع الكلمات وكاع الكلمات يلا سيدي عاودها عاودها غنعاودها اخر مره حاجيتك على جوج خواتها تقول غير تويميات ما تفرقهم غير ولا كاع الكلمات تقول غير جوج تويميات حاجيتك على جوج خواتها تقول غير تويميات ما تفرقهم غير ولا وكاع الكلمات صافي ولا وكاع الكلمات بصراحه صعيبه هذه ما صعيبه والو ويلي لا صعيبه ولا لا صعيبه شنو قال لي نعاود هذه جاتك صعيبه هذه ما كاينش اختيارات هكا وليدي على الاختيارات وعد لي شنو قال لا وليدي ما عندناش على داكشي ما كاين قال لك جوج كلمات ولا ما كتفرقهمش جوج كلمات ولا والله ما عرف عندك نو الو فين مشيتي وجاوبني الو الو منو ما قدرتش فريمو ما قدرتش ادخل هضر مع السيد ادخل ما قدرتش نونو ما قدرتش كمل كمل والله الا ما قدرتش بالله خمم غير خمم بعدا شنو قالك لا ما صافي ما قدرتش والله الا ما قدرتش ما قال لي ما سمعتوش مزيان خمم عينيك ودخل والله ما قدرتش غسمحوا لي هذا راه حمش ديال الواد ما تخافش منه صاحبي لا والله الا غسمحوا لي انا راه عندي فوبيا من هاد العجب هذا والله اخرج خرج اخرج ادخل هضر مع السيد ادخل لاني ماني ما قدرتش صاحبي اسمحوا لي والله
خصك تغني لينا شي اغنيه ديال الاعتذار. لا اعتذر. لا اعتذر لنا في الاغنيه. لا لا بلاتي دابا. دابا من تصرات الزيت. دابا غير اسمح ليا. داكشي كيبان ليا غادي وكيتقال كيتلاح غادي وكيتقال فهمتيني. في الاول قلت مزيانه غير تبان غنصبروا ليه. اشي ماشي سرق الزيت اصاحبي راه ما عرفتش شنو. انا اسمحوا لي اخوتي. صافي سي محمد ما كاين باس ضيعت هاد الفرصه ثلاثه ديال السوارت غادي نمشيو لتحت ديال الموالي نتمنى تجيبوا سارو تيت سويت يلا علي استناكم مزيان عاد استناكم مولينا بلاتي 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 زيد 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 وصلنا للتحدي هذا هاد التحدي هذا ديال السكات متفقين شكي جمعتي تطمس ويلا حدابه باقي كما بدينا باقي شنو شنو دابا دوي باش قلت لي ديال السكات سكت تما كتدرب خاصك تسكت لداخل ماشي هنا دابا هذا كاين واحد المحارب لداخل كيسترح وهذاك المحارب ما كيبغيش صداع وعنده واحد الميكروات هو حاطهم الدبانه كيسمعها خاصك تدخل تجاوب على داك الشيء بسكات وسقيم فاش تشوف الجواب صح حيح وفرح مع راساتك هو انت خاصك تدخل وش تي في لا حيت انت اللي غتدخل اسي سويرا انا غندخل انت اللي غتدخل ولاني ماشي بوحدك غنخليك تختار شي حد يدخل معك زين يلا سعد علاش زعما اختاريتي زين خلي السيده يلا فازقه السيده فازقه خليها تسرح انت غناخذ لك جميله زين مازال موجد لها شي حاجه واحده اخرى جميله الهوني لا لا ما تخافش ما تخافش شوف عندك ترسد يلا تفضلوا وحاولوا تقراوا داك الشيء باش نسمعوكم ويعاونوكم صافي يلا تفضلوا اسحب القطع النقدية من الماء الساخن وضعها في الماء البارد. خرجوا بالتالي خصهم يخرجوا انا خرجوا مالك
مالك صوتو على بشويه شي يديك في الماء بارد لا سخون هذاك تيطيب لا طيب ديرها في الماء بارد بعدا داكشي اللي حاولت ندير انا بغيت تسلق الدجاج السوفل حار 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 بزاف صح بزاف 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 ولكن حار ما درتي حتى شي رياكسيون ما درتي حتى شي ردات الفعل فاش كنت كتشرب لا رياكسيون ضيع الوقت فهمتي ما كاينش الوقت المهم ضيعتوا هذه الفرصه حتى هي دابا باقيين عندكم ثلاثه ديال السوارت مازال رحله البحث على السوارت مستمره صدعتو صدعنا السيد صافي اسمح لينا سيدي هرب هرب شو التحدي لاخر زيد الله 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 ولا بس بعدا ملي وصلنا لهنا مزيانه هاد القضيه اوتيل ديال جزيره الكنز غادي ترتاحوا شويه لانكم بنتوا لي عييتوا تمحنتوا شي شويه 5 ايطوال اتونسيون 5 ديال النجوم راه مهلين فيكم ياك الضو خدام مزيان كلشي خدام بخير ما كاينش بغيتوا ترتاحوا ياك ما نرتاح كل واحد لا شومبر بخير مرحبا ما فيهاش الجوع باكونتر ما فيكش الجوع لا ما غنديروش لكم الماكل المشكل دابا يلا قالوا لي بانه لي شومبر ما كايناش لا ديسپونيبيليتي كلشي عامر ايوا ايوا كاين غير واحد البوست واحد اللي بغى يخدم عندنا واحد الباجاجيست كان مشى يشوف وليداته وبغينا نرومبلاسيوه بشي حد يتكلف بالباجاج ديال الناس وهذا يتكلف بالباجاج ياك السي يوسف لا انت البنكه اختصاص ديالك لوطيل غنعطيوه لزينب يا صافي زينب دونك بحال لي باجاجيست غادي تدخلي عندك دي فاليز كي خصك ديرهم في لاسانسور باش يطلعوا للناس ديالهم في لي شومبر ديالهم صافي صح ردي البال لي فاليز وفي التراجي راه كاين شي حاجه ماشي هي داكور صافي غير قول لي الوقت كون جا بالي ولا شي حاجه قولوا لي 3 2 1 هالي سيلا ما تبلوكاج قطعي الجرفرة قطعي الجرفرة وانا بالي زلولة لا بالي غي خدموها بالي غي شدوها ديما بالي زلولة هادوك اللي باليز ديرهم كامل في الفرنسا حزين حرت فاش نخدمك الله العظيم دخلناك في الصابون عند مول الحكمه قضيتي الغرض دخلناك اللوطري قضيتي الغرض مازال غنجرب وقيله بشي حاجه واحده اخرى من بعد غنديسيديو تبارك الله عليك وبفضل زينب حصلتوا على الثالوث الرابع هذاك الشيء ياك لاباس شنو انا اجي درتي شي حاجه لا والله ما درت شي حاجه سويلح حتى هو بجوجهم سير يلا جميل سويلح ايوا داو لينا بحال هكا ما فهمتش ما عرفتش غادي كيفاش احنا باش نكملوا حنا هادشي او داو جميل انت اش غديروا يلا يلا نشوفوا شوف هادشي فين غادي سي سويت يلا هاني
ما بقيش باغي نتساهل مع شي حد والو. ديما انا ديما 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 جاوبات هي هذيك ما جاوباتش عندي ما ندير لها. بارك الله عليك جاي معطل. سلام جميله لاباس عليك؟ لاباس. شخبارك؟ الحمد لله. وانت جاي مع راسك شويه؟ وكلوا لي الهريسه حاره. الله 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 غير ساعد معايا وصافي. صبر صبر وصافي ما عندك مد. وانا عارفك ذكيه وعارفك يعني. لا مع هاد الشيء ما تتبقاش ذكي. لا 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 غادي تكوني ذكيه ياك امورك مزيان بعدا. مزيان مزيان تبارك الله عليك. شتك زربانه باك ما باغا تمشي؟ لا غير عييت. حيت معاك جيت كنشوف. عاودي لي شنو درت فيه؟ جبتو شي سوارد؟ جبنا جبنا 4 سوارد والحمد لله. تقدري ما دي تسالو دابا وفي خير؟ لا لا بغيت ندي بغيت ندي صح. بغيتي دي لا تنفكر واحد شويه. انت جبتي السالوت الاول يعني؟ وصافي ما تكونش كرشك كبيره. لا بغينا نديو السالوت. يلا ركزي معايا مزيان. بغيت نقول لك غني، بغيت نقول لك ولكن قلتي لي ما ماشي ماشي هي هذيك. ما غاديش نكثر عليك وما غاديش نطول عليك. حاجتك على النون، والنون يطلع بلا سلوم، يظهر في كل يوم، ويخرج للعباد والطيور، وما يرقد فيه غير بارد القلب ولا اللي ما عليه لوم. نهار. سيراسي تاكده زعما نجي. عودي فكري ما تعوديش تزربي، ما عمرك تعودي تزربي. حيت هو اللي كيخرج كل يوم، هو اللي تيفيقوا فيه. فين شتي انت عمرك شتي يخرج؟ نهار. لا هذا اللي قلتي دابا انت عمرك شتي يخرج؟ ديما. اش غادي نقول لك؟ غادي ما نقول لك. وهي عطيني يا سمو. حلك الفم دابا. جايه قبيله دابا وليتي بتغني وليتي هي هو. سيري سيري. شكرا. جيتيني عزيزه. يس. ما والله يا بنيتي نديتي. شكرا. سيري 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 سيري. انت قلت زعما ما باقيش غنتساهل مع شي حد، ولكن قلبي هشيش قلبي هشيش. هادشي اللي كيضرني عباد الله، هادشي اللي ما كنبغيش انا. بغيت نقصاح بغيت نقصاح عباد الله، بغيت نقصاح بغيت. اش كتفرجوا فيا دابا؟ وصافي الله يعاوننا يعاونكم. راني تقلقت صافي. اخذي السارو. برافو جميله. جميلة الهوني كتمكن انها تحصل على الساروت الخامس من عند مول الحكمة. يلا ومعايا تيت سويت. يلا التحدي الموالي. جميلة الهوني تمكنت انها تحصل على الساروت، وبالتالي عندكم 5 ديال السوارت لحد الان. راكم مزيانين، عندكم السوارت الكافيه باش تدخلوا وتحلوا ساحه الكنز. دابا اللي جا ربح. يا سلام. متفقين؟ متفقين. جميلة الهوني كتلتحق بينا. برافو جميلة. بالفضل ديالك حصلتوا على الساروت الخامس. ولكن كيفاش كانت الحكمة؟ كانت سهلة صعيبة؟ انا حسيت باللي مول الحكمة كان ظريف معايا. ياك؟ شافني مخلوعة وسخفانة بالدروج وداك الشيء. والصراحة يقدر يكون عندك سؤال سهل، ولكن ملي كتعرف راسك راه قدام مول الحكمة كتخيل انه غيكون شي سؤال صعيب. كيبغي يغفلك. كيبغي يغفلك، ولكن داز مزيان. يعني حتى مول الحكمة بعض المرات كيقدر يصعب. يقدر يكون صعب. ياك؟ هنا ما كاين لا مول الحكمة لا والو في التحدي. حنا في المعمل ديال الكيتشوب. كاين غير الكيتشوب مطيشه، وخصنا الماكينه باش نعصروا مطيشه ويخرج لنا الساروت. سي محمد عدلي اهلا وسهلا. عارف عزيز عليك عصير الطماطم؟ عرفتي كتجي ياك عدلي؟ عزيز عليك العصير ديال المطيشه الى حد ما. مزيان راه صحي. هو صحي. تقدر تحدد لنا الفوائد ديال المطيشه؟ المطيشه مزيانه للبشره، فيها فيتامين سي مركز بواحد النسبه عاليه. ولكن ماشي. شوف عدلي، معمل ديال الطماطم ديال الكيتشوب غادي تدخل ليه
كي خصك تضغط على واحد الزر في الاول كيتحل الصندوق اللي فيه مطيشه كي خصك تمشي بلا ما تطيح في العصير ديال المطيشه تجيب مطيشه ديرها في الخلاط كلشي باين تما كلشي واضح كلشي واضح خصك غير تركز وتمشي بثبات ورد البال الوقت صافي شحال خصني اكبر النسبه ديال خصك تجيب اكبر كميه باش دير اكبر قدر ديال العصير باش يخرج لك السالوت يلا ثلاثه جوج واحد يلا عدلي الو ها هذا فوالا ما عرفتش شنو خصني ندير دابا عطي ظهرك تماك وحط رجليك هكا ياك هكا فوالا يلا سير ويلي ويلي رجع 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 ورك على ورك على داك هنا بغيت نكمل رجع رجع برك فوالا يا ورجع محمد لا لا شي كيزلك يلا يلا فوالا نو نو صعيبه زين 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 واو دابا او لا لا رجليك اه كي زلق هادشي من نو يلا يلا زيد زيد كنزلق راه ما يمكنش راه غادي نزلق جميلة الضحكة ديالها ديال الشر عرفت والله الا بغا صعيبة والله قول لي يقدر يرجع حيت الرجلين صافي ولاو تيزلقوا فهمتي واخا ندير هنا ها سير على المطيشة على الواد سير على الواد الواد المطيشة نهضر هكا وقلنا لك تلاح وخلي عندك مطيشة أودي اش من بقى أرجع عندي خد مطيشة ما قدرت بغاية الوقت الوقت ما بقاش الوقت لا لا ما بقاش ما بقاش خرج يوسف ضرب عليك شي تعني كاع وعطاك عنقو عنقو قولي تبارك الله عليك برافو عليك والله تبارك الله على السي عدلي اهلا وسهلا تبارك الله عليك شنو غادي نقول لك السي عدلي كي جاك الاداء ديالي لا الاداء ديالك كان متميز ما تخيلتش تخرج في هذه الحاله هذه تبارك الله عليك ولكن غير شرح لي نورمالمون الناس فاش كيشاركوا في التحدي كيمشيو كيجيو كيمشي حتى كيعيا وعاد كيطيحوا انت من الاول انا ما كاينش سلم عليه ضرب عليه انا ما بغيتش نعطلكم ياك يا سيدي برافو عليك تبارك الله عليك والغالب والله شوف ضيعتي هذه الفرصه هذه ديال هذا الساروت اي اي هاي 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 كم حالك يا سيدي احسن تدويشه في العالم برافو عليك صيحات على السيرفر برافو برافو تبارك الله عليك شكرا شكرا انت حسيتي احسن تدويشه في العالم اسيدي غادي يخليك تسقطر مع راساتك وانا غندير الفريق كامل باش نمشيو نشوفوا سويلح في التحدي الموالي يلا معايا اذا حنا في هذا التحدي هذا الراس المتحرك وصويلح ها هو واجد ولكن نتوما كيخصكم تردوا البال لواحد القضيه مهمه عندكم هذا الطابلو هذا والطباشير هو كل مره غادي يلقى ان كود غيلقى كود غيقولوا لكم كيخصكم تكتبوه المجموع ديال لي كود كتخرجوه هو الكود اللي غتحلوا به هنا باش تاخذوا الساروت متفقين انا غنمشي عند صويلح ونرجع لعندكم اوكي
يلاه زيد بنتي غادير هوب. تبارك الله على السي صوالح. الله يبارك فيك سيدي. اهلا وسهلا واجد. بغيت نعرف علاش مشدود هنا. هنا لا مشدود غير الخير. بعدا انت قبل ما تسولني علاش مشدود وهذا سولني غير قول لي وريني فين انا نحيد لك هذا النظر ولا بغيت تبقى بهم. لا خويا وريني فين ياك. لا خويا ها انت تمتع لي مع راساتك. ها مهمتي ها انت السي صوالح وبغيت امي. شوف سي صوالح غادي يكون مطلوب منك باش تدوز من هاد الغرف الصغيره هذه وفي كل غرفه عندك اسيدي ان كود خصك تلقاه تقولو لصحابك هما خصهم يديروا واحد العمليه حسابيه والمجموع هو لو كود ديال ساروت. واجد واجد دونك خصك تقلب مزيان اليد ديال راه لتحت كي غندير نقلب غتقلبها براسك وبعينيك. ها براسي وبعيني صافي صافي غتقدر تزيد غير القدام يعني الا زدتي ما تقدرش ترجع باللور. متفقين؟ متفقين. يلا هانا سي صوالح مزيان مزيان هي وكان ضركتي ليا حتى ودنيه ها هما ولكن ميمكنش نبقى معاك بحال هكا. يلا صوالح حد موفق. 3 2 1 شويه عليك شويه عليك صوالح. اذا شحال صوالح ما بان ليا والو هنا. شوف على الليمن بنت لي 624 624 يلا زيد فوالا علي صويلة شوية عليك أصويلة شوية عليك32 97 هو الكود الوقت كون دو كوميا ما بقاش نحاولوا تكونوا سرع نفس 97 لا 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 قدام مزيان قدام مزيان فوالا فوالا هاب برافو برافو عليكم واو صويله بلاتي صويله خويا وراك ربحتي وراك نجحتي وتبارك الله عليك. اذا صوالح تمكن انه يعطيكم الارقام الصحيحه وانتم تبارك الله عليكم سيوس بالي كنحاولوا عندك مع الحسابات والماليه وداك الشيء هالبنكه كالكول تبارك الله عليك الله يحفظك شكرا برافو عليك يلا غادي نمشيو نشوفوا التحديات بلاتي
هذا الصوت ديال الغونغ، وبالتالي انتهى الوقت وسالينا رحلة البحث على السوارت. دابا غادي نمشيو أمام ساحة الكنز. يلا ومعك. يلا إذا في هذه الأثناء كانوا وصلوا أمام ساحة الكنز ورحلة البحث على السوارت سالت. الآن غادي نبداو رحلة واحدة أخرى، ولكن قبل نبغي نعرف شحال عندكم ديال السوارت. في هذه الأثناء كيلتحق بنا سويلح. سويلح برافو عليك. وسويلح اللي كان متميز في الرأس المتحرك. شوف سويلح ما نكذبش عليك، أنا تسنيتك غتخاف ساعة، ما كانش الخوف. أنا كنت شوية ديال الملح والكمون، كنكليت شحال من زران. دونك أنت القضية في المذاق. لا أنا قضية في داكشي ديال لافورس. ماشي هادشي ديال الحشرات. الحشرات والفاعي وهادشي. كابر معاهم أنا ما عنديش. صافي برافو عليك، كما كان الحال المجهود ديالكم كاملين تمكنتوا أنكم تحصلوا على 6 ديال السوارت، برافو عليكم. غادي نطلب من تيت سويت باش يفرق عليكم السوارت، واللي خدا السوارت ديالو يحطو في البلاصة ديالو. تفضلوا. قلبها يوسف غير حطوهم فوالا. شحال عندكم ديال السوارت؟ مازال واحد فوالا. دونك 5 ديال السوارت هما هادو ياك؟ هذا ما محتاجينوش نتوما، هذا زايد ياك؟ لا مازايد. زايد علينا هذا. وشنو غنديروا به في نظركم؟ بان لك واحد السوارت تما اخر وختينا. برافو عليكم، مراجعين نتوما. مراجعين فعلا. بفضل هذا السوارت هذا غادي تاخذوا رمز قبل ما تمشيو تقلبوا على الرموز الاخرين. برافو عليكم، استحقيتوه، واكيد انه هذا الرمز غادي يسهل عليكم بزاف ديال الحوايج. الرمز الاول هو هذا، استحقيتوه، ها هو. وغادي نمشيو باش نقلبوا على رموز اخرى اللي غتعاونكم باش تلقاو الكلمه السر. واجدين؟ واجدين. اجي ناقصكم شي حد. عدلي. سي محمد عدلي باقي ما نشفش من الكاتشوب. غنمشيو نتلاقاو فيه في مغامرات اخرين. يلا ومعاك. في هذه المرحلة المشاركين كيبحثوا على الرموز عوض المفاتيح. في 3 المغامرات عليهم يجمعوا أكبر عدد من الرموز للتعرف على الكلمة السر اللازمة لفتح صندوق الكنز. مقلق والله إلا مقلق بالله وبزاف. إن من ندير هادي تخرج لي هادي، ندير هادي تخرج لي هادي. واه ولكن دابا خصني قصاح، خصني قصاح. تصرعوا عليا، تصرعوا عليا كاملين. زين أسيدي زين. واش ما كاينة أنتي جميلة؟ واش غنقابلك غير أنتي؟ ما عندي أنا ما يدار صافي. ما كنتش عارفة يجيبوني عندك. وأنت ما كاين غاية اللي كتجيب صافي. عرفتي كيفاش غادي تلعبي؟ لا دابا غنديرو بيلو فاس. شكون غادي يسبق في اللعب؟ ايه كتحطي هذا. ايه كيعاود يحط فوق منك، كتعاودي تحطي، كيعاود يحط واللي طاح في يديه داك الشيء راه ولي واخ. ولا مالو؟ ايه مالو كيجاك؟ زال ما قلنا كاع شكون بيلو. قتل فيه والله، لا قتل فيه بالله. هاك انتي أنا هذا الراس. إيه هذه ديالك أنت. يلا أنت الأولى. يلا بسم الله. قولي لي عاوتاني حكا معاونك ما تعاونيني. لا والو هاي
جبدة مع راسك. كيترعدوا ليا اليدين. باش ترعدي مالكي؟ وانا عرفت عييت عن مش كحل تماي وحل طاح. طاح يلا. ما علاش هادشي؟ ايوا ولا غادي نريب هادشي ونفطيو حنا كاع هادشي كامل. نزدو المحارم باش نفهمها. تلقينا الله يرضي عليك. اها على شوي انا بنت الفقيك. صافي عجبك الحال؟ والله وليدي لا بقات فيك، والله لا بقات فيك. قرب عندي هنا، قرب عندي هنا. زيد زيد اجي هنا زيد. واش حشمتي ولا ما حشمتيش؟ حشمتي ولا ما حشمتيش؟ سير حيد ليه، سير حيد ليه. جينا في رحلة البحث على الرموز. غادي نبداو يوسف، يوسف اللي غادي يكون مطلوب منه انه يقوم بالتحدي هذا. جميلة الهوني، جميلة الهوني في كل خطرة كتمشي عند ملحمة كتجيب معها شي حاجة. برافو عليك، تبارك الله عليك جميلة. وهذا الرمز الثاني لانه عندكم واحد ربحتوه بالساروت السادس، تبارك الله عليكم. ويوسف مهمة باش يجيب رمز ثالث. إذا خديتوا رمز ثالث غتكونوا مرتاحين أمام ساحة الكنز. إذن التحدي ديالك غادي يكون تحت الماء، غادي تدخل من هنا وغادي يكون مطلوب منك باش تقول لهم واحد لو كود وهما غادي يحلوا باش ياخذوا الرمز اللي لهيه. سوبر يلا. واجد واجد يلا تفضل يوسف. وبمجرد ما رجليك يقيسوا الماء غادي نعطي التوب ديبار. تفضل. على ليكيب. ثلاثة جوج واحد توب. الآن خصو الحل هذوك لي فيس باش يطلعوا لي الكواري اللي فيهم الكود. واحد يكون هنا قريب. تبارك الله عليه، بقى مدة طويلة. برافو عليك، برافو عليك. طلع كيحل ديالو كيعاود يرجع.
يطلع عاوتاني باش ياخذ اكسجين. برافو. دابا خصو يحيد لي فيس. فوالا قولي لي من هنا باش يسمعك. يوسف جر لي فيس، جر لي فيس، جرو. ثلاثة خصو يحلهم كاملين هذوك. فوالا فوالا حلهم ثلاثة. ها هما الكواري، خصو يقرا دابا الكود باش يقولوا لكم. يلا قرا الكود. 235 جوج ثلاثة خمسة. الوقت ما بقاش. يلا ما بقاش الوقت. برافو يوسف وبرافو عليكم كاملين. برافو يوسف. برافو برافو زينب تنتي، لأنه فعلا في الدقائق الأخيرة بل في الثواني القليلة تمكنتوا أنكم تحلوا الكود وتاخذوا الرمز الثالث. برافو على يوسف. برافو يوسف تبارك الله عليك. مهمة ما كانت سهلة ولكن قمتي بها ببراعة كبيرة. أجي واش في خبارك؟ راك كنتي تبقى بزاف تحت الماء. تحت الماء زوينة، الطوبيراتيغ عجبتني. ياك نرجعو شي شوية. تبارك الله عليك. عندكم الآن ثلاثة ديال الرموز وغادي نمشي ونشوفوا صويلح في آخر مغامرة، غنشوفوا واش هو غيتمكن أنه يعطيكم الكود باش تحصلوا على الرمز الرابع. نمشيو؟ يلا تيت سويت. يلا طويلة تحت الماء. برافو عليك. برافو عليك. علي يلا الدراري هوب. جابوا شي حاجه هما بعدا ولا والو؟ سويلح مان، سي سويلح في اخر مغامره في هذه الحلقه. هذه مغامره ما سهلاش، مغامره صعيبه، ولكن حنا تيقين فيك. بغيت نبشرك بانهم يوسف تمكن انه يجيب الكود وحلات زينب وجابوا الرمز. ويوسف كيلتحق بنا في هذا الاثناء. عندكم الان ثلاثه ديال الرموز وتقدر تكون عندكم اربعه. الا عندكم اربعه ديال الرموز غتكونوا متاكدين 100% بانكم غتعرفوا الكلمه السر وما غتضيعوش الوقت. سويلح واجد ابو بالله الله يوريكم. دابا يلا بحال ناعس. دابا غير شرح لي انت النفسيه كي دايره. وهي اول تجربه في الصراحه، ما عرفتش كيفاش غيكون هذا الشيء. ما عمرك مشيتي في شي جبال؟ ما عمرش حطوعني شي بلاصه. غطوعوني نتوما الله يحفظ وصافي. شوف غادي نطوعوك فعلا ولكن غير خصك ترجع الكود وتقولوا لهم باش هما يحلوا وياخذوا الرمز. متفقين؟ غيسمعوني من لهيه. غادي يسمعوك، غير قول لهم الكود. غادي نعطيك هذا الجهاز التحكم. ايه. انت اللي غتحدد المصير وانت اللي غتضغط فوقاش بغيتي تمشي. متفقين؟ غتحدد المصير كتخلع شويه. خذ وقتك، خذ وقتك وفوقاش ما بغيتي غادي تضغط. صافي؟ نعسى واحد شويه ونورك. يلا صافي. هاك. بسم الله. يلا. قرار كيرجع لك. معاكم شويه هنايا. بسم الله. برافو عليه، برافو سويلة. برافو سويلة. سويلة حمام. واش خاص بالك شي حاجه؟ الكود اذا الكود سويلح. واش كيدير لك شي حاجه؟ 48 27. شحال؟ 48 27. 48 27 هو الكود اللي لقى سويلح. يلا حاولوا تكونوا سرع. برافو على سويلح. 48 شحال؟ 27. برافو. برافو سويلح. إذن الرمز
الرابع عند هذا الفريق. تبارك الله عليكم، عندكم ربعه ديال الرموز. برافو على سويلح، قام بمجهود كبير. جبار جبار، خلينا جبار على سويلح. جبار. أربعة ديال الرموز أكيد غتكونوا مرتاحين في الكلمة السر. صافي طلق 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 يديك، صافي ارتاح. يلا غادي نمشيو أمام ساحة الكنز. يلا معايا كاملين وصويل حتى هو غيلتحق بينا. تيت سويت لا عيات عيات. وصلنا الآن للمرحلة النهائية في جزيرة الكنز. انطلاقاً من الرموز المحصلة عليها، يجب على المشاركين التعرف على الكلمة السر، فتح الكنز وجمع أكبر عدد من القطع النقدية في وقت محدد. وفي هذه الأثناء كان وصلوا كاملين أمام ساحة الكنز. النهاية فينال، آخر لحظة وآخر مرحلة درتوا اللي عليكم في رحلة البحث على الرموز، وتمكنتوا أنكم تجمعوا الربعة ديال الرموز. في هذه الأثناء كيلتحق بنا سويلح. سويلح اللي قام بتحدي من أخطر التحديات، جباد عملاق. تبارك الله عليك سويلح، كنتي في المستوى، وبفضل ديالك الأصدقاء ديالك تمكنوا أنهم ياخذوا الرمز الرابع. كيفاش كان إحساسك في ديك التنقيزة؟ ها هو خويا. ولكن شوف هذا الشيء كامل هون في سبيل الجمعيه. متفقين. اول مره قلت لهم كنقول معمرني فكرت انني نتلاح بحال ديك التلاحيه. كنشوفوا دوك الناس كيستحقوا انك ماشي غتلاح ديك التلاحيه، كنضرب راسك كاع مع هذا. برافو برافو عليك سويلح. اذا امام ساحه الكنز، هنا فين غادي نحل لكم الساحه. غادي يكون مطلوب منكم باش تلقاو الكلمه السر بالاعتماد على الرموز اللي عندكم. عندكم ربعه ديال الرموز، يعني المهمه كنظن غتكون سهله بالنسبه لكم. مجرد ما غادي نعطي التوب ديبار غادي تحلوا تقراو الكلمات، تلقاو الكلمه السر وديروها لينا تما، وغادي نشوفوا واش غيتحل الكنز ولا لا. في انتظار ذلك غادي نقول فيليندغا باش تدخل النموره. فيليندغا دخلي النموره. رسول الله. خلي غير شي واحد. مسألة مهمة، مجرد ما ندق الجرس خص كل شيء يخرج. صافي؟ غادي نطلب منكم باش تاخذوا الأماكن ديالكم. شكون الشخص اللي غادي يتكلف باش يحل؟ يوسف. يوسف هو اللي غادي يتكلف باش يحل، غادي توقف تما وغتسنى الإشارة ديالي. سادين. سادين. ثلاثة، جوج، واحد، ستوب. أسد. الكلمة الأولى هي أسد. الأسد. إيفل. إيفل. أسد. إيفل. المراقبة. المراقبة. برش. 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 عدد الحروف. برش. الباء. الراء. يلا. جيم. يلا. ما تضيعوش الوقت. يلا تفضلوا. جيم أنا. جيم. حاولوا تركبوا الكلمة بسرعة. جيم. كل واحد يمشي الحرف ديالو. جيم. باء. أول باء. برج هي الكلمة اللي لقيتو. فيليندغا حل الكنز. برافو سويلح.
عم الطول عم الطول حرك برافو عليكم. تفضلوا تفضلوا زينب زينب تفضلوا جميله سويله خذوا الاماكن ديالكم تبارك الله عليكم برافو عليكم برافو 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 وصلنا للنهايه بذلتوا مجهود كبير عطيتوا كل ما عندكم تحديتوا نفوسكم وجمعتوا الكنز لقيتوا الكلمه السر تحل لكم الكنز وجمعتوا المبلغ اللي قدرتوا عليه قبل من اي حاجه بغيت نعرف احساسكم في نهايه هذه المغامره جميله فرحانه بزاف وما كرهتش كون كانوا عندي شي 10 ديالي الدين باش نجمع فين والله فين المهم لقيت راسي ما كنقدرش نجمع بزاف وكنقول لكم هي كانوا عندي شي يد بحال شي اخطبوط نبقى نجمع 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 ونعمر هاد الطاسه هذا سي محمد عدلي ربما ما وفقكش الحظ التحديات ولكن لاحظت هنا بحال عدلي واحد اخر بحال زعما فعلا كيف قالت جميله ما كرهتش يكون عندي 10 ديال الدين ونجمع بيدي بهادي وهادي وهادي ما فهمتي باش يا ربي نعوض غير شويه من خسرتهم جوج ديال المفاتيح ولكن بذلتي مجهود كبير في النهايه وهذا هو المهم لانه هذه اللحظه هي المهمه وهي اللي جمعتوا فيها المبلغ غادي نشوفوا شحال جمعتوا للجمعيه السرفر وتيتسويت تفضلوا ثقيله ثقيله غادي نشوفوا المبلغ اللي جمعتوا كنظن بانه مبلغ مهم مبلغ مهم سويلح شنو تقول لنا على هذا المبلغ هذا واش غنقول لك المهم راه فايته 1600 هنا شي اللي تبارك الله عليك يوسف وزينب اكيد انتم بذلتوا مجهود كبير واكيد الدور ديالكم كان فعال في الفريق وعاونتوا الفريق ديالكم بذلتوا كذلك مجهود كبير لاحظتكم مشيتوا جيتوا على الاقل كل واحد مشى جوج المرات اقل حاجه والمهم هو كنفكروا في الاسوسياسيون بغينا نديروا حتى حنا المجهود ديالنا ونعاونوا هذا الفريق اللي عندنا معاه واحد العلاقه من الديبار علاقه زوينه بزاف دونك فرحنا بزبنا اوتون دو بيس مازال ما عرفناش المبلغ غادي نعرفوا المبلغ اللي غتهديوه للجمعيه جمعيه كير ماروك اللي لاعبين من اجلها غادي نطلب منكم باش تشوفوا كاملين الفوق لانه تما غادي يبان لنا المبلغ اللي غتستافد منه جمعيه كير ماروك واللي الخلاصه ديال المجهودات ديالكم اليوم كامله تحديتوا نفوسكم كل واحد تحدى المخاوف ديالو عطيتوا كاع ما جا ما بجهدكم والمبلغ اللي ربحته هو 68,525 درهم برافو عليكم تبارك الله عليكم مبلغ مهم واكيد جمعيه كير غادي تكون فرحانه بهذا المبلغ وهذه ما هي الا مبادره جزيره الكنز هي فرصه اننا نعرفوا اكثر بالجمعيات اليوم كانت جمعيه كير اكيد غادي يكونوا جمعيات واحدين اخرين احساسكم جميله فرحانه بزاف صراحه فرحانه لان قدرنا كل واحد فينا يدير المجهود ديالو باش نجمعوا هذا الكنز هذا اللي في الخلاصه ديالو كيعطينا هذا المبلغ اللي هو صراحه قليل على هاد الناس هادو ما كرهناش زعما يكون كثير وماشي غير حنا ولا البرنامج ديالكم اللي يقدر يساعد هاد الناس البرنامج ديالنا كامل فوالا البرنامج ديالنا كامل وبرنامج ديال المغاربه كامل اكيد تبارك الله عليكم دونك المغاربه خاصهم حتى هما يديروا بحال هاد المبادره تبارك الله عليكم مشاهدينا وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا غادي نتلاقاو في حلقه واحده اخرى مع نجوم واحدين اخرين جمعيه واحده اخرى وتحديات واحدين اخرين في الموسم السادس من جزيره الكنز غادي نطلب منكم باش تشوفوا معايا لهيه ونقولوا بالسلامه للمشاهدين كاملين باي باي